أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في الغربية تم افتتاح عيادات جديدة في مستشفى سرطان الأطفال بجامعة طنطا، وفي الوادي الجديد تم البدء في جني محصول القطن على مساحة 2081 فدان. أما في أسيوط فتم الكشف على عدد كبير وصل ل 722 مريض في قافلة طبية ضمن مبادرة بداية. أما في المنيا فحصدت 4 جوائز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في الغربية شهدت جامعة طنطا تشغيل العيادات الخارجية المجانية الخاصة بالكشف المبكر عن أورام الأطفال بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي بشكل تجريبي، وده لاستقبال الأطفال والعمل على رعايتهم الصحية، وحيث إنها جهزت خصيصاً لعلاج أمراض الدم وأورام الأطفال وتحظى بدعم كامل من إدارة الكلية والمستشفيات الجامعية. أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد افتتاح موسم جني محصول القطن على مستوى المزارع والشركات الاستثمارية بالمحافظة وسط أجواء من الفرحة والسعادة لدى المزارعين. وبتبلغ المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام 2081 فدان، منها 28 فدان بمركز باريس و12 إيراد بمركز بلاط و53 فدان بمركز الفرفرة، وأكبر مساحة بالعوينات وهي 2000 فدان. أعلنت مديرية الصحة بالدة أهلية توقيع الكشف الطبي على نحو 722 مريض بمركز بالأس ضمن فعاليات قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية بداية. تضمنت القافلة نحو 8 عيادات: البطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأنف والأذن والأسنان والنساء وتنظيم الأسرة والرمد والعظام، إلى جانب فريق المبادرة والتثقيف الصحي. في الإسكندرية أعلنت مديرية الشؤون الصحية أنه بعد مرور 50 يوم منذ بدء الحملة القومية 100 يوم صحة اللي بدأت في الأول من شهر أغسطس واللي بتتضمن تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، فقد بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة 2 مليون خدمة تشمل الخدمات الوقائية ومبادرات الصحة العامة والخدمات العلاجية والقوافل الطبية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية. سلمت محافظة شمال سيناء الأنوال للسيدات المتدربات على صناعة الكليم في مدينة نخل بوسط سيناء، وده في إطار مشروع تمكين السيدات اقتصادياً وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تعلم صناعة الكليم وتسويق المنتجات لتوفير فرص عمل حقيقية للنساء في مجالات صناعة الكليم والتسويق، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للمرأة. بتشهد محافظة الشرقية تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع أبو بكر الصديق ومنطقة كنيسة أنطونيوس بمدينة الزقازيق كمحور مروري لضبط حركة السيارات ومنع الزحام، وده تماشياً مع خطة التطوير والتجميل اللي بتشهدها شوارع مدينة الزقازيق بطول 1750 متر وبتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه. حصدت المنيا 4 جوائز على مستوى الجمهورية، حيث إن عدد المشروعات التي تقدمت هذا العام خلال الدورة الثالثة بلغت 157 مشروع، وبلغ عدد المشروعات اللي استوفت اشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة 39 مشروع، وتم تصعيد 16 مشروع منها للتقييم النهائي بحيث تتوافق مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ اللي أطلقتها الحكومة المصرية. أكدت محافظة أسوان تنفيذ أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحي لقرى أبو الريش، بحري وإبلي التي تعد أحد المشروعات المتعثرة والمتوقف بها العمل منذ عام، وده بالتوازي مع البدء في استكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية الرقبة التابعة لمركز دراو ضمن مشروع صرف صحي بنبان من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية المطالب الجماهيرية لتوفير حياة كريمة لهم. في كفر الشيخ بتشهد مدينة دسوق تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وبيتم تنفيذ مشروع تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي على 3 مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريباً، مع تطوير ساحة المسجد الرئيسية بحوالي 5000 متر مربع بتكلفة إجمالية حوالي 6 مليون جنيه خلال 6 شهور تقريباً. وبتتضمن خطة التطوير أيضاً حديقة المسجد الإبراهيمي، إضافة لتطوير أماكن انتظار السيارات لتنشيط السياحة الدينية.
سلمت محافظة سوهاج 11 عقد لتقنين الأراضي أملاك الدولة للمواطنين ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، وتم اعتماد 7703 عقد لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة وفقاً للقانون حتى الآن، وده في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.